شهدت إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية اشتباكات بين قوات الأمن وعشرة الشبان الغاضبين بعد أن قامت الشرطة بهدم منازل قالت إنها بنيت بطريقة غير قانونية. هكذا بدأ المشهد في شوارع حي ديار العافية شرقي العاصمة الجزائر. الأوقات العادية عادة ما تعج هذه الشوارع بالحركة، لكنها تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين شبان الحي وقوات الأمن. مواجهة أججزها عمليات هدم بيوت قالت السلطات إنها بنيت بشكل مخالف للقانون، إجراء أغضب شبان الحي الذين أغلقوا الطرق وأضرموا النار في إطارات السيارات وأكوام القمامة. وبين الكر والفر رشق الشبان بالحجارة وزجاجات الشرطة التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع. وتراجعت أعمال الشغب قليلا في الشوارع بعد أن وصلت قوات مكافحة الشغب للمنطقة لفض الاشتباك وتفريق المحتجين. ويقول المتضررون من عملية الهدم إنهم أصبحوا مشردين بعد أن هدمت البلدية مساكنهم دون أن توفر لهم ولأسرهم مساكن بديلة. درت براكة الميرة استقبلتني ودرت المساعد الحل باش دير لي حل، ما درتليش حل، جات ريبت لي دوك انا ولادي يباتوا في الغابه، وين نروح؟ ما عنديش وين نروح. كون حبت الميره كون ما صراش لا بانيك هذه قاعد، ما يتبليش ما يصرح حتى واحد. وحال ربي هذه الاسره ينطبق على كثيرين من سكان الاكواخ في العاصمه الجزائر ممن هدمت بيوتهم ولسان حالهم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وعبثا يحاول هؤلاء إعادة ترتيب حياتهم العائلية أو ما تبقى منها بالأحرى وسط هذه الأكوام من الركام. وتطوق العاصمة الجزائرية كثير من الأحياء العشوائية بسبب أزمة سكن حادة، وكانت الحكومة قد عهدت بخطة لبناء 1,000,000 وحدة سكنية جديدة لمحاربة السكن غير اللائق. وتقول السلطات إن آلاف الأسر من سكان الأحياء الفقيرة استفادت من خطة الإسكان، لكن سكان هذه الأحياء يردون بأن عمليات توزيع البيوت تشوبها عيوب كثيرة، وهو ما دفعهم للتظاهر مرات عديدة في السابق بسبب خطط مماثلة لهدم منازل بنيت بشكل مخالف للقانون. ويقول سكانها إنهم لم يمنحوا مساكن بديلة. ومعنا من الجزائر الكاتب الصحفي عدنان بدي. سيد عدنان، لماذا وصلت الأمور إلى حد المواجهة بين هؤلاء السكان وبين قوات الأمن؟ وهل هناك خشية بأن تمتد حالة الغضب هذه إلى نقاط عشوائية أخرى في الجزائر؟ مساء الخير. طبعا الخطر هو، وحيث أن كل السلطات الأمنية في الجزائر التخوف الوحيد الذي عندها هو عدم انتشار هذا الغضب إلى نقاط أخرى، لأن هناك الكثير 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 من الأحياء القصديرية ليس في العاصمة فقط بل في مدن أخرى. والحقيقة أن المشكل ليس مشكل أزمة سكن، يعني عدم وفرة السكن، المشكل هو العدالة والقسط في توزيع هذه السكنات. طيب، في السنة الماضية أيضا كانت مواجهات مشابهة في منطقة أخرى في الجزائر العاصمة، في منطقة ديار الشمس، وهذه السنة مواجهات في ديار العافية. لماذا لم يحل المشكل بطرق أخرى؟ لماذا لم يتم تدارك ما جرى السنة الماضية حتى لا يتكرر هذه السنة أو في الأيام القادمة برأيك؟ يعني هناك شيء غريب جدا بالنسبة لكيفية التحكم في منطقة توزيع السكنات. توزيع السكنات معروف هنا في الجزائر، هناك الكثير من المشاريع السكنية والناس تسمع عن مشروع 1,000,000 سكن ثم مشروع 1,000,000 سكن ثاني، فيفهم جيدا غضب هؤلاء الناس الذين يعيشون في بيوت قصديرية ويرون في الوسائل الإعلام الحكومية أن الدولة تعطي السكن لكل الناس. هم لا يفهمون يعني هذا النوع من التوازي بين حقيقتين غريبتين. والشيء الأهم أيضا الأهم الكثير أنه هناك نوع من استنساخ لمنطقة التسلط، إفزاع أعلى مسؤولية الدولة وصولا إلى المسؤولين المحليين الذين يرفض نقاش وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار حتى على المستوى المحلي. يعني يمكن أن نتخيل أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء السكان لم يكونوا لأن يدفعوا إلى المشدات لو كانت لديهم وسائل أخرى سلمية
مثلا التكلم مباشرة والحوار مع سلطات محلية، وهذا شيء مستحيل هنا في الجزائر. من الجزائر العاصمة الكاتب الصحفي عدنان مدي، شكرا جزيلا لك.